السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، اليوم عندنا موضوع الطرح مع وجود الأصفار، صفحة 55. فكرة الدرس: أطرح أعدادا تتضمن أصفارا مع إعادة التسمية. فقرة أتعلم: مع أمجد 9000 دينار اشترى كعكة سعرها 2250 دينارا، كم دينارا بقي معه؟ تلاميذي، أخذنا بالموضوع السابق طرح الأعداد المكونة من 4 مراتب مع إعادة التسمية. مثال للموضوع السابق: العدد 4826 ناقص 1951. نطرح العدد 1951 من العدد 4826. نطرح الآحاد من الآحاد، والعشرات من العشرات، والمئات من المئات، والألوف من الألوف. 6 ناقص 1 يساوي 5، 2 ناقص 5 ما يصير، 5 أكبر من 2 ناخذ 2 من المرتبة المجاورة من 8، 8 تصير 7. 2 اللي أخذناه نضيفه على هذا العدد، على 2، 2 تصير 12، تزداد 10 أرقام تصير 12، 12 ناقص 5 يساوي 7، 7 ناقص 9 ما يصير، آخذ 2 من المرتبة المجاورة من 4، 4 تصير 3، 2 اللي أخذته أضيفه على هاي 7، هاي 7 تصير 17، 17 ناقص 9 يساوي 8. أكمل بعد 9 إلى أن أوصل للعدد 17، يطلع عندي الناتج 8، 8 أصابع، 3 ناقص 1 يساوي 2، الناتج 2875. هذا المثال تابع لموضوع طرح الأعداد المكونة من 4 مراتب مع إعادة التسمية. بهذا الموضوع الطرح مع وجود الأصفار، صفحة 55، العدد 9000، يعني ينطيلي أصفار بالسؤال، بالأعداد ينطيلي أصفار. نحل المسألة. فقرة أتعلم: مع أمجد 9000 دينار اشترى كعكة سعرها 2250 دينارا، المطلوب كم دينارا بقي معه، يعني كم دينارا بقي مع أمجد بعد شراء القطعة الكعكة. 9000 العدد الكلي ناقص العدد الجزئي 2250، هذا العدد بينه 3 أصفار. تلاميذي، الطرح مع وجود الأصفار. نكتب العدد الكلي في الأعلى ونكتب العدد الجزئي في الأسفل ونضع علامة الطرح. 9000 ناقص 2250، 0 ناقص 0 يساوي 0، 0 ناقص 5 ما يصير، نأخذ 2 من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة أيضا 0، نأخذ 2 من المرتبة المجاورة، يعني المرتبة المجاورة لهذا 0، نأخذ 2 من 9، 9 تصير 8، أخذنا من 9 1 صارت 8. 2 اللي أخذته ما أضيفه على هاي 0، أضيفه على هذا 0 القريب على 9، القريب على هذا العدد، 0 يصير 10. أخذ 2 من هاي 10 وأضيفه على هذا 0، 10 تصير 9، 0 يصير 10. عشرة ناقص 5 يساوي 5،
تسعة ناقص اثنان ما يصير نقول عشرة ناقص اثنان، لأن العشرة صارت تسعة. تسعة ناقص اثنان أطلع تسعة أصابع، وأضم إصبعان يطلع عندي الناتج سبعة أصابع. ثمانية ناقص اثنان يساوي ستة، ما يصير نقول تسعة ناقص اثنان لأن التسعة صارت ثمانية. ثمانية ناقص اثنان يساوي ستة، الناتج 6750 دينارا، المبلغ الذي بقي مع أمجد بعد شراء الكعكة. فقرة أتأكد صفحة 56، أجد ناتج الطرح. السؤال الأول 300 ناقص 167. فقرة أتأكد صفحة 56، 300 ناقص 167، نكتب هذا العدد في الأعلى والعدد الثاني في الأسفل. هذا العدد الأول نكتبه في الأعلى، نكتبه في الأعلى، والعدد الثاني نكتبه في الأسفل، ونضع علامة الطرح. نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات. صفر ناقص سبعة ما يصير، سبعة أكبر من الصفر. ناخذ دين من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة أيضا صفر. ناخذ دين من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة ثلاثة، ناخذ دين من ثلاثة، الثلاثة تصير اثنان. أخذنا واحد من الثلاثة، الثلاثة صارت اثنان. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة، وهاي العشرة تصير تسعة. أخذنا واحد من العشرة صارت تسعة. عشرة ناقص سبعة أطلع عشرة أصابع، أصابعي أطلع عشرة أصابع وأضم سبعة أصابع، يطلع عندي الناتج ثلاثة أصابع، الناتج ثلاثة. تسعة ناقص ستة ما يصير نقول عشرة ناقص ستة، يعني العشرة صارت تسعة. تسعة ناقص ستة أطلع تسعة أصابع وأضم ستة أصابع، يطلع عندي الناتج ثلاثة أصابع. اثنان ناقص واحد يساوي واحد، الناتج 133. السؤال الثاني 400 ناقص 276، أكتب هذا العدد، العدد الأول في الأعلى، العدد الأول في الأعلى، وأكتب العدد الثاني في الأسفل، وأضع علامة الطرح. نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات. صفر ناقص ستة ما يصير، ناخذ دين من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة أيضا صفر، ما يصير ناخذ دين من الصفر، ناخذ دين من الأربعة من المرتبة المجاورة، يعني المرتبة المجاورة لهذه الصفر. الأربعة تصير ثلاثة. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة. وهذا الصفر يصير عشرة. عشرة ناقص ستة أطلع عشرة أصابع وأضم ستة أصابع، يطلع عندي الناتج أربعة أصابع. تلاميذي هاي مرتبة الآحاد، الناتج أكتبه جوا الآحاد، جوا مرتبة الآحاد،
وناتج العشرات اكتب جوا جوا العشرات، وناتج المئات اكتب جوا المئات. ما يصير اكتب الاربعة جوا الناقص هنا، او اكتب جوا العشرات، اكتب جوا العشرات خطأ. 9 ناقص 7 اطلع 9 اصابع، واضم 7 اصابع يطلع عندي الناتج اصبعان. 3 ناقص 2 يساوي 1، الناتج 124. السؤال الثالث، 4000 ناقص 946، اكتب العدد الاول في الاعلى والعدد الثاني في الاسفل. 4000 11 مئات ألوف من 4 مراتب، 946 11 مئات يتكون من 3 مراتب. تلاميذي نكتب الآحاد جو الآحاد، والعشرات جو العشرات، والمئات جو المئات، يعني ما يصير نكتب العدد بهاي الطريقة. 4000 ناقص 946، ما يصير نكتب الآحاد جو العشرات، والعشرات جو المئات، والمئات جو الألوف، هاي الطريقة غلط. نكتب الآحاد جو الآحاد، والعشرات جو العشرات، والمئات جو المئات. العدد الأول يتكون من 4 مراتب، والعدد الثاني يتكون من 3 مراتب. أساوي المراتب، أضع 0 يسار العدد الأقل مراتب. هذا العدد أيضا تكون من 4 مراتب، آحاد عشرات مئات ألوف، تساوت المراتب. 0 ناقص 6 ما يصير، ناخذ دين من المرتبة المجاورة من هاي الصفر. هذا العدد أيضا 0، ما يصير ناخذ دين من الصفر، ناخذ دين من المرتبة المجاورة. المرتبة المجاورة أيضا 0، ما يصير ناخذ دين من الصفر، ناخذ دين من الأربعة. الأربعة تصير 3، الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير 10. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير 9، والصفر يصير 10، هذا الصفر يصير 10. آخذ دين من هاي العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هاي العشرة تصير 9، وهذا الصفر يصير 10. 10 ناقص 6 يساوي 4، نكتب الناتج جو الآحاد. 9 ناقص 4 يساوي 5، 9 ناقص 9 يساوي 0، 3 ناقص 0 يساوي 3، الناتج 3054. السؤال الرابع من صفحة 56، 3000 ناقص 1726، نطرح الآحاد من الآحاد، والعشرات من العشرات، والمئات من المئات، والألوف من الألوف. 0 ناقص 6 ما يصير، ناخذ دين من المرتبة المجاورة. المرتبة المجاورة أيضا 0، ما يصير ناخذ دين من الصفر، ناخذ دين من المرتبة المجاورة. المرتبة المجاورة أيضا 0، ناخذ دين من 3، الثلاثة تصير 2. ناخذ 1 من 3، الثلاثة تصير 2. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير 10. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير 10، وهاي العشرة تصير 9. آخذ دين من هاي العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هاي العشرة تصير 9، وهذا الصفر يصير 10.
10 ناقص 6 يساوي 4. أطلع أصابعي 10 أصابع وأضم 6 أصابع، يطلع الناتج 4 أصابع. 9 ناقص 2 يساوي 7. 9 ناقص 7 يساوي 2. 2 ناقص 1 يساوي 1. الناتج 1274. السؤال الخامس، 4001 ناقص 2583. 1 ناقص 3 ما يصير، ناخذ ذينا من المرتبة المجاورة. المرتبة المجاورة 0، ناخذ ذينا من المرتبة المجاورة. المرتبة المجاورة أيضا 0، ناخذ ذينا من الأربعة. الأربعة تصير 3. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، ما يصير نضيف الدين اللي أخذناه على الواحد، غلط، نضيفه على هذا الصفر. هذا الصفر يصير 10. ناخذ دين من العشرة ونضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير 9، والصفر يصير 10. ناخذ دين من العشرة، من هاي العشرة نضيفه على هذا الواحد، العشرة تصير 9، هذا الواحد يصير 11، يزداد 10 أرقام يصير 11. 11 ناقص 3، أكمل بعد 3، أطلع أصابعي وأكمل بعد الثلاثة إلى أن أوصل للعدد 11، يطلع عندي الناتج 8 أصابع. 9 ناقص 8 يساوي 1، يساوي 1. 9 ناقص 5 يساوي 4. 3 ناقص 2 يساوي 1. الناتج 1418. السؤال السادس، 5003 ناقص 3729. 3 ناقص 9 ما يصير، 9 أكبر من 3 ما يصير. ناخذ دين من المرتبة المجاورة، المراتب المجاورة أصفار، ناخذ دين من الخمسة، الخمسة تصير 4. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير 10. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير 10، والعشرة تصير 9. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هاي الثلاثة، العشرة تصير 9، والثلاثة تصير 13، تزداد 10 أرقام تصير 13. 13 ناقص 9، أكمل بعد 9 إلى أن أوصل للعدد 13. بعد 9، 10، 11، 12، 13. الناتج 4 أصابع. 9 ناقص 2 يساوي 7. 9 ناقص 7 يساوي 2. 4 ناقص 3 يساوي 1. الناتج 1274. السؤال السابع، لدى خلود 8000 دينار، اشترت قلادة بسعر 5750 دينارا، كم دينارا بقي لديها؟ المطلوب بالسؤال كم دينارا بقي لديها؟ المبلغ الكلي 8000 دينار، خلود لديها 8000 دينار، سعر القلادة 5750 دينارا، اشترت قلادة بسعر 5750 دينارا، المطلوب كم دينارا بقي لديها، يعني المبلغ الذي بقي لدى خلود بعد شراء القلادة. نحل المسألة تلاميذي، العدد الكلي، المبلغ الكلي
8000. العدد الكلي، العدد الجزئي 5750 دينارا. نطرح هذا العدد من هذا العدد، 8000 ناقص 5750 دينارا. نكتب العدد 8000 في الأعلى، المبلغ الكلي، والمبلغ الجزئي 5750 نكتبه في الأسفل. صفر ناقص صفر، نطرح الآحاد من الآحاد، صفر ناقص صفر يساوي صفر. صفر ناقص خمسة ما يصير، ناخذ ذين من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة أيضا صفر، ناخذ ذين من الثمانية، الثمانية تصير سبعة، أخذنا واحد من الثمانية، الثمانية صارت سبعة. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة، هذا الصفر يصير عشرة. عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة، أطلع عشرة أصابع وأضم خمسة أصابع يطلع عندي الناتج خمسة أصابع. تسعة ناقص سبعة يساوي اثنان، أطلع تسعة أصابع وأضم سبعة أصابع يطلع عندي الناتج إصبعان. سبعة ناقص خمسة يساوي اثنان، أطلع سبعة أصابع وأضم خمسة أصابع يطلع عندي الناتج إصبعان. 2250 دينارا، المبلغ الذي بقي مع خلود بعد شراء القلادة، 2250 دينارا. فقرة أحل صفحة 56، أجد ناتج الطرح. السؤال الثامن، 5008 ناقص 1291. نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات والألوف من الألوف. 8 ناقص 1 يساوي 7، 0 ناقص 9 ما يصير، ناخذ 2 من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة أيضا 0، ناخذ 2 من الخمسة، الخمسة تصير 4. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة، وهاي العشرة تصير تسعة. عشرة ناقص تسعة يساوي واحد، تسعة ناقص اثنان يساوي سبعة، أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة، الناتج 3717. سؤال رقم 11، 6000 ناقص 5078، 5078. نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات والألوف من الألوف. صفر ناقص ثمانية ما يصير، ناخذ دين من المرتبة المجاورة، والمراتب المجاورة كلها أصفار، ناخذ دين من الستة، الستة تصير خمسة. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة، هذا الصفر يصير عشرة. أخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة، والصفر يصير عشرة. عشرة ناقص ثمانية يساوي اثنان، أطلع عشرة أصابع وأضم ثمانية أصابع يطلع عندي الناتج إصبعان. تسعة ناقص سبعة يساوي اثنان،
تسعة ناقص صفر يساوي تسعة، خمسة ناقص خمسة يساوي صفر. الناتج 922. سؤال رقم 12، 7000 ناقص 4874، صفر ناقص أربعة ما يصير. آخذ دين من المرتبة المجاورة، والمراتب المجاورة كلها أصفار، آخذ دين من السبعة، السبعة تصير ستة، آخذ واحد من السبعة، السبعة تصير ستة. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة، والعشرة تصير تسعة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة، وهذا الصفر يصير عشرة. عشرة ناقص أربعة يساوي ستة، أطلع عشرة أصابع وأضم أربعة أصابع يطلع عندي الناتج ستة أصابع. تسعة ناقص سبعة يساوي اثنان، تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد، ستة ناقص أربعة يساوي اثنان. الناتج 2126. سؤال رقم 13، 9000 ناقص 2098، صفر ناقص ثمانية ما يصير. آخذ دين من المرتبة المجاورة، المرتبة المجاورة صفر وهاي صفر أيضا، آخذ دين من التسعة، التسعة تصير ثمانية. الدين اللي أخذته أضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، هذا الصفر يصير عشرة، وهاي العشرة تصير تسعة. آخذ دين من العشرة وأضيفه على هذا الصفر، العشرة تصير تسعة، وهذا الصفر يصير عشرة. عشرة ناقص ثمانية، أطلع عشرة أصابع وأضم ثمانية أصابع يطلع عندي الناتج إصبعان، اثنان. تسعة ناقص تسعة يساوي صفر، تسعة ناقص صفر يساوي تسعة. ثمانية ناقص اثنان، أطلع ثمانية أصابع وأضم إصبعان يطلع عندي الناتج ستة أصابع، ستة آلاف وتسعمائة واثنان. واجبكم تلاميذي تحلون سؤال رقم 9 10 14، تحلوها على الكتاب مع دراسة الموضوع جيدا، موضوع الطرح مع وجود الأصفار، صفحة 55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.